اكيد كانت رحله على قد ما هي ممتعه، لكن تعبتوا فيها كتير علشان تقدروا انتوا تتابعوا كاس العالم. ما هواش تغطيه، ما هياش سهله. لكن انت اول ما وصلت كنت ايه اللي في دماغك؟ يعني عايز تخرج من كاس العالم ده، عايز ايه الصوره اللي انت كان نفسك تخرج بيها؟ وفعلا عملت اللي انت كان نفسك تعمله من خلال حضورك لكاس العالم ولا لا؟ اول حاجه انت قلت اول ما وصلت، انا اول ما وصلت معداتي اتاخدت مني كلها في المطار ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على السلامه. بدات اول ما دخلت المطار قال لك انت حضرتك مش مسجل المعدات، ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني ما حاجه يعني خاصه يمكن الجمارك او حاجه شبه كده. لا هي هو مسجل كان في رولز معينه وطلعت قبل خصوصا انها كاميرات وحاجات من هذا القبيل. المهم فانا جيت قبل خلاص بقى عندي افتتاح ثاني يوم وانا ماشي معدات يعني، فطبعا كان سيناريو حلو قوي يعني. المهم الحمد لله اخذت معدات من سوني. عاملين بوتس جميله قوي للكاميرات. اخذت يعني انت اول حاجه لما وصلت قطر اصلا معداتك ما كانتش معاك، راحت مني وقعدت يعني. فده اول حاجه. التوثيق نفسه هي بطوله، انا بالنسبه لي هي مش تاريخ لي انا بس، هي تاريخ لاي شخص كان موجود في التوقيت ده. انا يعني الحمد لله كنت محظوظ ان انا صورت في روسيا 2018 وكنت من يعني دي مش المشاركه الاولى. لا الحمد لله. بطوله كامله غطيت فيها 17 مباراه. تخيلي، لكن تتخيلي ان انا في قطر غطيت 32 مباراه. حرفيا كنت تعبان يعني، مرهق جدا، تعبان جدا. كل يوم كان في ماتشين واحيانا كان في تدريب في النص، فكان ارهاق. احنا يعني بنعرض صور يا فريد دلوقتي. طبعا الصور دي بالنسبه لي تاريخ يعني بالنسبه لي. وده من الماتش النهائي ولحظه انكسار طبعا من مبابي. والصور دي ليها كواليس معايا انا واحمد جمعه، ان احنا اخترنا ان احنا نصور من فوق. وخططنا وذاكرنا ورحنا ماتش التالت والرابع عشان خاطر نختار الزاويه الصح. ان احنا لو نزلنا تحت احنا 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 مجبرين على زاويه ممكن يكون الكاس بعيد عننا. فاحنا اخترنا من فوق ان احنا هنصور من فوق، هنصور قدام الكاس دايركت. وده كانت اهم لحظه يعني بالنسبه يعني. طبعا ده هي اصلا كانت مباراه يعني عصيبه على الجميع. الكل كان بيتفرج على اعصابه، النتيجه كل شويه عماله بتتغير. انتوا كنتوا جوه المباراه عندكم تخيل ايه؟ برضو دي صوره برضو لميسي في مباراه السعوديه. بحبها جدا الصوره دي. انا اصلا كنت حلمت من فتره، حتى انا كنت حاطه عندي على الفيسبوك، ان انا حلمت ان انا صورت ميسي صوره يعني عمره ما صورها في حياته. انا حلمت كده. فصوره زي دي انها انا اعتقد انه 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 ميسي لا يمكن ابدا يحصل قبل كده، او حصل قبل يعني قبل كده، ان منتخب السعودي طبعا يعني كامل الاحترام يعني يفوز بهذه النتيجه وتبقى الصوره كده، واللاعب السعودي الشهري بيزقر كده في وش ميسي، يعني صوره غير معتاده. فانا الحمد لله كنت سعيد الحظ ان يعني الحمد لله صورت صوره زي دي، يعني تاريخ بالنسبه لي يعني. ودي كانت مهمه قوي. ودي بقى فرحه ميسي بكاس العالم. ده فرحه ميسي بكاس العالم. ودي على فكره دي كانت اول مره في حياتي وانا بصور يعني كوره ان انا انفعل مع هدف. انا انفعلت مع هدف من مبابي تاني، ما صدقتش. انفعال رهيب، مش مصدق في اللي بيحصل. كنا بنجهز نفسنا كمان يعني، حتى بعد الشوط الاول خلاص يعني بنجهز بقى انا وبنتكلم انا وفريد على فكره هنصور الاحتفال ازاي، طب ميسي بيستلم الكاس ازاي وبتاع، وبعدين بنخطط لحد ما الدقيقه 80 جت والماتش كله اتقلب. بدانا نصور يعني، بدانا نبدا ماتش جديد، نبدا بقى نصور من جديد يعني، بنبدا بنصور احداث جديده. فده ده كان ممتع كمان لينا في التصوير، مش يعني 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 بتوثقي لحظات مهمه جدا وماتش مهم جدا. انا اعتقد لحظات النهائي دي على وجه التحديد استحاله تنسوها، لانه هي ما كانتش لحظات سهله يعني حتى على المشاهد. بالظبط كده يعني فاللي قاعد بقى بينقل الحدث ده موضوع تاني. موضوع تاني ليه بقى؟ لانه حدث مهم، حدث استثنائي مش هيتكرر تاني. اعتقد النهائي ده كان اهم نهائي اتلعب في تاريخ كاس العالم، او يعني بالحماس دوت. معروف ان النهائيات بتبقى الريتم بيكون هادي شويه. زي ما بقول لحضرتك خلاص يعني، اللي هو احنا قلنا خلاص الماتش خلص ومفيش صور جديده يعني، فهننتظر لحين الاستلام الكاس وبنخطط ازاي. لقينا طبعا الدنيا اتقلبت وبقى في صور افضل وحاجات افضل.